وهلا حديث البلد مع تشوي كرم، سامي بو حمدان وشيرين ساسين. اهلا وسهلا فيكم بحديث البلد. هيك جاي على انترفيو؟ بليز مش هلا هشام، خلص بليز. اوكي شو هالتيب اللي لبستيهم؟ اوكي خلص اوكي يلا. معقول طيب؟ ما نطلع على الهواء العالم بدها تشوفنا. تقبلي زويا هيك معها؟ لا لو كنت محلك تلبس نصهم ولا؟ خلص خلص يلا. شديت ظهري فيها قال. اوكي بسيطة. مش الحالة، ما حاسة الأجواء مشنجة أو شيء. سامي ما لقيت أنا في شيء بالتيابة، يعني لابسة كتير مستر و أنه ما كتير مسكري. لا سامي ما بدنا ما بدنا هلا كرمالي قطعة. أوكي طيب أنت سكر كمان هون قط. شيرين سامي وجوي اهلا وسهلا فيكم بحديث البلد، انتم ممثلين معروفين واليوم عم بتشاركوا بمسلسل اخترب الحي على الام تي في بادوار بارزه خلت الكل ينطروكم ويتعلقوا فيكم. انا بدي اقول انه ابني بيدرس برا بلندن، رفيقته بتلفن لي من هنيك، اجى من فتره راح ليعمل امتحانات، بتقول لي طنط بيبيعوهم سديات، قلت لها لا طنط بعد لما خلص المسلسل، قال بليز بدي قلت لها ما خلص المسلسل، فيك تشوفي بالريبلاي وفيك تنطري الحلقات، بس حتى اقول انه تبع الجينيريك شو حلو. واو واو ايه كثير عم مش معقول شو قريبه للقلب عم تفضل العالم. علي مطر طيب مازالنا زياد الاحمديه صحيح صيته حلوه كثير. طيب اسمعوا مازالنا عم نحكي عن يلا يلا من قبل الضوء ضوء الحب محيينا بيحلو الجو جو الانس بيحمينا لاشتاق الشر دايما عم يطلع فينا يا ربي من هالشر تنجينا من قبل شعبية 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 قريبة للقلب هيك ومنا وفينا والكل حفظوها بتحسها ايه؟ من علي نفسها تصوير بعلي من علي يا ما حوالي بناء علي علي مقتضى جوي انت ساره اللي بتترك خطيبها جهاد نيكولا معوض كل العالم زعلانين على جهاد بنهار عرسون كرمال ابن عمه وخطيب اخته هشام انت سامي ابو حمدين ابو حمدين وبتبلش تكتشف مع الوقت انها غلطت وما عم تتفق معه لانه سامي متزمت شوي ومحافظ وهي بنت مدينه ومعوده انها تعيش حياتها على راحتها. جوي بتقولي انه معظم الناس كرهانين على ساره كرهانين ساره على الاخير بس المفارقه انه انت كرهنتيها اكثر شيء. انا كرهت اكثر شيء وعلى كل مره وقت اقرا شو عم بيصير بعد تطورات هيك بحس حالي بدي اتفق على ساره خاصة انه هلا العالم صار في جاي وصار في ساره، ببرم على ساره وجاي اذا عيطوا لي عم بيلخبطوا بيناتهم كثير عم يعني. بيغلطوا يعني كثير بس هيدا دليل نجاح الشخصية الحمد لله يعني. ايه اكيد يعني مرة كنت عم صور كنت لابسة كاركتير ثاني كومبليت ما عم صور كنت مع فيليب اسمر كنت كثير سيدكتيف وشعرتي مفروتين وتابة غير شفتني وحدة مرة ماشية قالت لي سارة ما بعرفها انا دغري سارة انا كثير زعلانة منك فانا ضحكت هون قلت لها انا عملت هيك قالت لي انت كثير مهضومه قال لها جوزها بتمثل بتمثل ما عم تمثل بمسلسل قالت لي ايه مزبوط مزبوط كيف تتركي لها جهاد؟ قلت لها انا انه بيني وبينك يعني انه الحمد لله مجوزه لا بدي هيدا ولا بدي هيدا خلص ايه فقالت لي عن جد مجوزه وهيك ايه انا ما رح اتجوز جهاد؟ خلص فايتة بالدور يعني جربت تجوزي جهاد اوكي في ناس بتدخلوا هلا مين بده هشام او يصير في دو جروب هلا جوي وشيرين وسامي قبل ما نكفي معكم خلينا نشوف سوا هالمقتطفات من اخترب الحي كتابه كارين رزق الله واخراج جيسيكا تحتوح بس حتى نقدر نشوفهم بدنا منكم ثلاثتكم سوا تطلعوا بالكاميرا وتقولوا بلاير باسم انت الرقاصة؟ انا زويا انا جاي مش انت عمو كامل تفضل
مش جيدة. مش انت اللي كنت عم بيت جهاد هذيك المرة؟ يا الله شو مهضوم، يا الله شو حبيت رجوليتك. يلا تفضل. انا جاي حتى وقف هالباب، فنجان قهوة ما بيشكي من شي. يلا تفضل. بتفضل. ليه ما بتفضل؟ اوكي تفضل. لابسة شي تحته هيدا؟ ايه اكيد. حلوين؟ جديد هدول؟ لا مش جديد، هدول كانوا عندي بس صار زي ما لبستهم. شو؟ صراحة ما كتير حبيتهم. ايه ما حدا ما بيشوف انه ما بيقول لي انه كتير حلوين، غريب. ما كتير حبيتها، قصير شوي. هيدا قصيرة؟ عندها أقصر. فضلك بالجينز. إلا انك ما بتحب القصير. ايه لا ما بحب القصير. سامي قلت لنا انه اذا كرهنينا لجوي او لساره شوي كرهنينك لك كثير، يعني اذا ساره تركت خطيبه انت تركت بنت عمك وحبيت خطيبه ابن عمك. صحيح يعني ايه. عن نقرتين غلطان. عن نقرتين غلطان. هي الكحل بنت العمى. يا كثير برني يعني خرجوا ايه يعني كثير محافظ وكثير متزمت وبدك تتحكم فيها وبتغار عليها. بدك وحده متضايق. ليش بتقول انه بالرغم من انه هالدور يمكن خلى العالم تنقم عليك بمكان ما حطك على درب النجوميه؟ هلا لا شك انه المسلسل محبوك بطريقه كثير حلوه. نعم. كارين كاتبته بطريقه رائعه واخراجيا جيسيكا تحطوح شغله كثير مهم، يعني شغله كثير مهم علي. وهو المسلسل اجمالا يعني نحن كلنا تيم واحد، عائله واحده، فهذا الشيء كمان بيساعد كثير انه العمل ينجح. في صداقه بيني وسمبلي ام تي في. عن جد ام تي في بتوصل. شيرين ستين انت دائما خربتيها، وين ما بتروحي يا شيرين خربتيها. انت زويا الراقصه اللي بتخرب الحي ورجال الحي، لان مع انه هي حرام حاطه عينها من الاول على جهاد، يعني ما بالها بحدا من الباقيين. نيكولا معوض وبتعمل المستحيل لتتقرب منه من بعد ما تنسيه خطيبته جوي كرم اللي بترجع بتفيق عليه بعدين. اكيد بتستحيه. مش حالي حلي بعينه هلا، حلي بعينه. ايه هيك دائما. شيرين صرنا معودين عليك بالادوار المركبه والجريئه. اول شيء بدي لك كثير مهضومين شعراتك هيك، وبدي اقول جوي كمان كثير مهضومين هون كيف عم فيهم جدولي كثير مهضومه. بس انا اول شيء فكرتك قصة شعرك طالع على جرسون يعني 60s كثير حلوين. هالجرأه اللي بنشوفك فيها بالاعمال هي جزء من شخصيتك يا ترى؟ وقديش بتشبهك زويا بالحقيقه؟ اوكي هلا تبلش بشق. اول شيء زويا كاختره بالحي. نعم. انا فكرت اني فايته اخرب وطلعت انضف منه ومنه عشوائي. ايه يعني وفي بلشت عم تردحلك من حديث البلد بقى. يعني مش بس المسلسل ولا حديث البلد. هي بدها تنتف ساره فكمان انا بدي نتف ساره يعني. لا ككاركتير يعني ككاركتير انه زويا فاتي كرقاصة يعني فاتي بنص تياب، تياب رقص بس عم فات من جوا هي انه بتطلع كتيب انضف. ايه يعني انضف يعني كقلب من حيلا شخص انه لابس كل تيابه. نعم. هالشي اللي حبيته صراحة. هلا كجرأة بتبلش بالتياب او بالكاركتير، بس انه انا ما بعتبرها جرأة اكثر ما انه هيدا النوع من الكونتراست بين انه الشيء البرا والجوا. يعني هيدا النوع انه بيتسمى بالدور المركب. نعم. هلا شو بتشبهني زويا؟ نظيفه، انه ايه زويا صريحه انه كل شيء، انه تتجي تقول لجهاد بتصاحبني انه عبالي اظهر معك، هيدي ما بتقولها بنت لبنانيه، بس انا كشيرين ايه بقولها اذا عجبني شخص. بتعتقدي انه عن جد اليوم بنت لبنانيه ما عم بيقولوها؟ انه بس يمكن من وراء غايه، بس انه ما يعني في شوي بيحسبوا زياده. عرفت كيف؟ انه شو سامي عم تهز راسك؟ انه كم وحده عم بتقول لك اياهم هالايام؟ بلا ما نسمي على الهواء. لانه صايرين البنات جريئين كتير. جريئين بس انه حسب الكونسيبت يعني. يعني اليوم يعني هي صادقه يعني 100%. انت رقصه هيك؟ انه ايه تعلمت شهرين رقص. بتحديك تقومي ترقصي. بدك تقوم تعزمها هيك بدك تتحديها من بعيد؟ بتحديك تقومي لحالك. اذا بتعتبر جرأة اكثر اني اقوم ارقص لحالي قوم ارقص يلا. طيب قومي ارقصي لحالك. يلا. برافو.
بس عشرت موسيقى بدنا موسيقى يا حبيبي رقصي هاي رقصي هاي رقصي دخلك يا حبيبي رقصي دخلك يا حبيبي شهرين كورسز ايه شهرين ما كنت صاحبه انت والعربي كثير بلا بس في ميولي للخصر لازم صح. تكون ساعدتني بديت يعني. الرقص اكيد وقتها تهز زياده يعني. اكيد لا وهون مبين انه في عندك حركه متكامله يعني انه ايه بس يعني لو هيك ولعتوها وجبتوا لي العصا المران كثير على العصا والله يا ريت انا مصيع على العصا من زمان ومش عم توصل يعني عصا العصا اللي مع العصا هذا الشيء اللي بفوت بالدور للاخر يعني بس عندي مشكله صغيره انه انا ما بقى الاقي عريس لانه ساعه رقاصه ساعه باجيال مدمنه ساعه كذا صار يخاف مني الزلمه يقول لي دور 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 يا جماعه عن جد قال مش هيك عم بقدر ميز انه انا شريف بس بعيده عنه يعني مرتي جيت لبي من الكاتب بتعطيك دور عاقله وهيك وحاطه وظهرها من المدرسه وحمل الشنطه ولبس المريول ما هيك وستبيت تطبخي اكل كثير طيب جوي عم بتصوري حاليا اخر مشاهدك بشريعه الغاب كتابه الين لحود ومالك رحباني وإخراج منصور الرحباني وانتهيت مؤخرا من تصوير عشق النساء كتابة منى طايع وإخراج فيليب أسمار واللي بتأدي فيه دور امرأة مغوية ولعوب علما أنك سبق وقدمت يعني هالدور اليوم كيف عم تتفادي التكرار بين الأعمال؟ الحلو أنه صراحة ثلاث أرباع أدوار اللي كانوا يعني العروضات اللي كانوا يجوني هن seductive roles يعني بس الحلو انه ما يعني الفيزيك تبعك مساعد كمان اوكي اي مزبوط بس الحلو انه بكل عمل قدمت فيه دور سيدكتيف ولا مره عدت حالي ونقيت يعني قصدت اني نقي الادوار اللي بتبقى يعني سيدكشن فيها مشكلتها يعني مشاكل مش مثل بعضهم يعني معالجه غير مظبوط 100% يعني اسباب السيدكشن الدوافعه بتنوره ماكسي فور اكزامبل السيدكشن كانت كثير انوسنت كانت هي عم تجرب ايه بس بطريقه كثير انوسنت لانه هي مش عارفه كيف بدها تبين له ان هي بتحبه عم بتزيدها بطريقه تشايلدش بطفوليه عشق النساء مش معقول ما بتحسي انه جو سيدوي شكليا جو سيدوي بس انا جفصه كثير بجنى العمر سك يعني طريقة السدكشن تبعي سك أوفر ماكسيمم مرضية على الآخر وبقلب فجأة لإنسان كتير أجريسيف وهذا الشيء كتير بحبه لأنه يعني ما بعيد حالي سامي أبو حمدان أنت من غريفة أشوف من عمر 18 سنة سافرت على الكويت واشتغلت بمجال الإعلانات وبال2010 مثلت لأول مرة بأصائيس أنتيكا مع الفنان باسم فغالي ومن بعدها شاركت بعدد كبير من الأعمال البارزة مثل الشحرورة حلو الغرام اسمها لا حدود شقيقة حبيب ميرا صبايا خمسة وغيرها يعني تقريبا 16 عمل اليوم شاركت بأكثر من 16 مسلسل خلال 4 سنين بس كيف قدرت تثبت حالك بهالسرعة الكبيرة وأيمتى الممثل بيوصل للأدوار الأولى برأيك لأنه اليوم أنت عندك كل المواصفات هلأ لا يوصل للأدوار الأولى بترجع لشركات الإنتاج في قصة علاقات يعني الطبيعي هذا هو الشغل يعني نعم. ما فينا نهرب من واقع نحن عايشين فيه نعم صح ولكن يعني انا بهالاربع سنين كثير اشتغلت على حالي كثير حاولت اني احسن ادائي نعم. يعني بداياتي كانت شيء واليوم انا عم ادي بطريقه مختلفه شوي عن الاول صح وهذا شيء بيساعدني انه يكون عندي ادوار لها مساحه اطول من الادوار اللي عملتها بالسابق يعني هلا بلشت غربي ايه بلشت انتقي الادوار اللي بحس انه فيها تحدي لإلي شوف ست سميرة توفيق بعثت لك غنية معنا ليك شو بتقول لك اصبر يا شط العيون
أنا بدي أطلب منكم مع بداية شهر العذراء أول شهر إنه هيك نسمع شي ترتيلي من منكم. أنا بستأذنك لأشكر باسم لأن أول ما سمعته النشيد بعثت له إياها واتساب لأن بحب رأيه كثير. إذا بتعجبه أو ما بتعجبه. كورين كمان على هالنشيد لبابا السلام. يعني سلم إيديك نحن بدنا نشكرك. أنا بدي أشكره على رأيه العمل الحلو يعني. بابا السلام أكيد إن شاء الله كلنا سمع. رح نقول افي ماريا. اوكي نتمنى انه العذراء اكيد تضل حاميه لبنان و... تكرست لإله إيه. مشتنا بطريق الحكمه وال صحيح. ان شاء الله يا رب دائما هيك طريقكم بيكون كله ايمان ومحبه. كلنا سمع. افي ماريا Tris van tristui, Jesus, Ave Maria. الشهر الفضيل العذراء تحرسكم ونشوفكم بنشاطات عالمية إن شاء الله يا رب. وبتحميك ليليان من كل شر. يعني كل حابين يعرفوا شو عم بيصير مع سارة زويا وهشام لازم يتابعوا اخترب الحي كل يوم على الام تي في. كتابة كارين رزق الله ومش عم ذكر اخراج جيسيكا تحتوح كمان من الاثنين للجمعة الساعة 7 المساء على شاشة الام تي في. بس بعد ما خلصنا نحن وياكم بعد في عنا انترفيو سريع حاضرين جيرتين. اوكي جوي سامي وشيرين وانترفيو بالعكس. بدكم جاوبوا العكس يعني جوابكم بده يكون كذب. اوكي جوي حابه دورك؟ ايه واضح كرهيني سارة بس حابه العب دورة بلا اوكي اوكي لازم اقول لا اوكي اوكي لا لا اوكي سامي انت ممثل جيد؟ لا شيرين شو دورك بالمسلسل؟ بنظف البيوت جوي انت حلوه؟ ايه وايه نحن قلنا نحن قلنا لازم تكذبي يعني قصدك لا ما حدا بوافقك ولا ما هيك عطت وضعك كثير بيقولوا عيونها وحواجبها بيقوموا بواجبها بعتقد ما حدا حيصدقك جوي. سامي شو رايك بتمثيل الصبايا؟ ما حلو ابدا ما بيعرف بدهم شغل بدهم شغل. شيرين مين اهضم شخصيه بالمسلسل؟ سارة يا بطيئة زوي شو رأيك بيخترب الحي كمسلسل؟ بشع كثير وما حدا عم يحضره ما في متابعة أبدا عم بيقولوا لي عم فكروا يوقفوه يعني أنا عم فكر أنا وقف سامي أي ساعة بينعرض المسلسل وعلى أي محطة؟ 6:30 الصبح على المنار خليني محايد على الثقال على الثقال شيرين قد ايه طول الحلقه؟ 20 سم 45 دقيقة 45 دقيقة تحديدا يعني حتى ما نكون عم نلخبط الجماهير. نتمنى لكم
لكم يعني المتابعه بالمسلسل، لانه الناس معلقين فيه كثير. قبل ما اختم معكم بدي اقول انه الاسبوع الماضي ودعتنا ممثله عزيزه على قلوب كل اللبنانيين، كانت عميده الممثلين اللبنانيين الراحله ليلى حكيم، تركت وراها كل اللحظات الحلوه اللي مخبيه بالمسلسلات وبالاعمال اللي قامت فيها، وتركت لنا لنا ذكرى حلوه كثير، يمكن مقابله من احلى المقابلات اللي انعملت بحديث البلد. خلينا نشوفها سوا. بلاير باسل ما بمثل، انا بعيش الدور، بس البس الثياب. يعني وقت تكون عم بحفظ مثلا، في ناس بيقولوا لك حفظ الدوره قدام المرايه تعمل، لا انا هيك انه عم بحفظ كاني عم، وبس اجي البس ثيابي وفوت خلص. بطلت انا ليلى حكيم، صرت غير حدا، بطلت يعني انا صرت الممثلة الشخصية، يعني الكاركتر اللي عم تلعب. اليوم كثير من الممثلين خصوصا من الجيل اللي قبل بيشكوا من عدم تكريمهم وعدم الالتفات لهم، انت عن شخصك مرتاحة لوضعك؟ مبسوطة باللي وصلتي له ولا كمان بتحسي انه في اشحاف بحقك؟ هلا فنيا مثلا، ماديا كتر خير الله يعني ماشي الحال. نعم. مني مثل غيري يمكن سمعتوا عنه، بس فنيا ايه يعني مرقت. هلا عم يعطوني لانه تيتا وما في غير. ستي يا ستي اشتقت لك يا ستي، علي صوتك صوتك بعيد، جاي من الكرم جاي من التفاح، صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون. كنت حابة تقولي شيء ل ما فيكي ما تقولي الله يرحمها، وما فيكي ما تشكري هالفنانة اللي عن جد بيقدم أعمال خالدة، لأنه إذا بيقدم فن راقي وصادق بيستمر لأجيال وبيروح بجسده، ولكن بأعماله بيبقى. ليلى حكيم ما فيكي ما تحبيها، أنا شخصيا ما بعرفها بس كنت كتير حبها وحب أدوارها، حسها عن جد هي الأم، هي الست المهضومة، هي اللي بتحسسك انه بتعرفيها. شيرين اشتغلتي مع ليلى حكيم، كنت عم تقولي لي تحت الهواء انه في هيك تاثرت بالفيديو مشهد. ما انا بكون بتكون ستي ليلى حكيم بغلطه عمري، بكون انا اخت نادين الراسي بيجي من امريكا، سو كان مشهد موتى لليلى حكيم، كنا قاعدين قبل بالكوليس قبل ما نفوت، فقالت لي ما بعرف ليه بخاف من المشهد. هي. انا خبريه من تروازون يعني، مثل وكانها عارفه حالها قاعدين بعلي بجو كثير ساقع، وطلعت نادين راسي وحكيت يعني على انه كيف ست بهالعمر انه قديه برو كان بشغلها، وكان عم بتقول لي انا قديه شاطره بادواري الا بدور الموت، لانه بتلعبوا على الاخر يعني. وقتها قعدت هيك وقطعت نفسها انا حسيت لوهله انه عن جد راحت، وهيك تاثرت حسيت انه الله يرحمه. من شهرين كرمت، من شهرين كرمت انا وياها متعلمين بنفس المدرسه سيده المعونه الدايمه، ومدرستنا من قبل المدرسه، من قبل المدرسه جمعت كل الاسماء اللي طلعت من مدرستها، كانت هي في الاوبيتال رحنا شقينا عليها، ما قبلت ما تجي على المسرح هن مهدينها، قال انا اللي بروح عند مدرستي لاشكرها مش مدرستي اللي بتجي لعندي، ويمكن هذا اخر تكريم لها. كان هذا الفنان الحقيقي اللي بيحمل. يعني بكتني وقالت لي جمله، قالت لي كيف صرت منيحه؟ قلت لها الحمد لله، قالت لي دايما قولي يا الله ساعة اللي بده ياخذ هالأمانة رح تروح، بس أنا عن هي عم تحكي عن لسانها، أمنيتي موت أنا وعم بشتغل، وبفتكر كانت عم بتمثل شيء وقت الميت. الله يرحمك الله يرحمك ليلى، الله يرحمه يا رب.